متوقف اولى ثانوي لسه يا استاذ مصطفى كان بيقول لي اولى ثانوي ما شاء الله. طيب احكي لي كده عن البطوله نفسها وايه الماتشات اللي كانت فيها صعوبه شويه، كنت رايح حاطط في دماغك انه مش هرجع غير بالميداليه الذهبيه، كنت شايل هم مين في الاول؟ بصراحه انا كان عندي ساعتها لعب في الكادر الاول بس ربنا ما كرمنيش، والحمد لله ربنا عوضها في تاني يوم. كان عندي لعب كوميدي فوق 70 كيلو، والحمد لله لعبت اول ماتش مع ولد من روسيا تقريبا، الحمد لله كسبت 8-1. تاني ماتش من كندا، ده كان اصعب ماتش بالنسبه لي بس الحمد لله عدى على خير وكسبت 3-2. والسيمي فاينال لعبته مع اواد من فرنسا، ده بصراحه كان بالنسبه لي مش اصعب ماتش، مش اصعب ماتش، بس دي يا اما اطلع للفاينل واخد ميداليه ذهبيه وانا مستريح، يا اما اجيب تالت واوقع مصر في الارض. بصراحه الحمد لله دوست على نفسي، رغم ان كان عندي اصابه قويه جدا في ظهري، حماسي ما خلينيش اسقط. الحمد لله ربنا كرمني وكسبت 5-0 ولعبت فاينل مع السعوديه، الحمد لله كسبت 2-0 وجبت النص لمصر الحمد لله. شعورك كان ايه بقى وانت واقف كده وبتتوج بالميداليه الذهبيه؟ بصراحة شعور كان جميل جدا. ده أول مرة؟ اه أول مرة ميدالية ذهب. طب كان في ميداليات قبل كده؟ فضة، برونز، أنا شايف ما شاء الله يعني قدامك. دي ميدالية بطولة العالم. دي ميدالتين البحر المتوسط، دول ميدالتين التركية، ودي ميدالية بطولة العرب. تمام، إنما دي أول مرة ذهب في بطولة العالم. جميل. البطولة اللي جاية إمتى وفين؟ البطولة اللي جاية يعني السنه اللي جايه بطوله العالم هتتعمل عندنا هنا في مصر. بطوله العالم بتتعمل كل سنتين، كل سنه شباب وناشئين وسنه كبار. فالدوله السنه اللي جايه دي كبار دي هتبقى في النمسا ان شاء الله. وزي ما قلت حضرتك عندنا حكم دولي مصري في النمسا بقاله يعني اشتغل 22 سنه في الامم المتحده، وهو عنده ناديين هيشارك بيهم ان شاء الله في بطوله شرم الشيخ اللي هتقام ان شاء الله في شهر فبراير باذن الله. باذن الله. وبطوله العالم اللي جايه للناشئين اللي بقى هيشارك فيها 2017 هتكون عندنا في مصر ان شاء الله باذن الله. طب حضرتك بتقول لي انه هيكون 40 دوله اللي هتشارك فيها ان شاء الله ان شاء الله، بس انا شايف ما شاء الله في اندونيسيا 91 دوله. هي بطولات الجائزة الكبرى عامة ما بتبقاش عشان نظر اللي برضه الدول كلها الميزانيات بتاعتها ما بتبقاش، يعني انا سألت مثلا عدة دول طب ليه مش هتيجوا احيانا البطولة، بيقول لي الميزانية الدولة عندي بتديني ميزانيتي اكتر في بطولة العالم، عشان كده كل الدول او معظم الدول بتشارك في بطولة العالم. اما البطولات الجائزة الكبرى في 11 بطولة جائزة كبرى على مستوى العام بتلعب في عدة دول، والحمد لله احنا بفضل الله استضفنا البطولة للعام الثاني على التوالي يعني باذن الله في شرم الشيخ. ودي هتبقى بداية حلوة، كانت العام الماضي قبل المؤتمر الاقتصادي باسبوع او بعشر ايام فكانت داعمة لنجاح المؤتمر الاقتصادي باذن الله، وان شاء الله الكاراتيه دايما في المقدمة باذن الله يا رب دايما ان شاء الله.